الغريب بقى عندنا في البلد دي وكتاب الله العلي المجيد ما بيشتكيش في البلد دي الا الناس المستريحه. تقعد مع اي واحد مقتدر ومبسوط وربنا كرمه وقدامه الاكل كده كله اشكال والوان وانواع وعمال يلغ ويقول البلد ضاعت يا جدع البلد ضاعت. يا راجل لغ وابلع وبعدين انت بقول البلد ضاعت. والله انا فاكر انا كنت في فرح كده من حوالي شهرين كده ولا حاجه. اوبن بوفيه الله اكبر اللهم صل على النبي. مليان من خيرات ربنا. والمعازيم قدامها اشكال والوان. اشي اسماك على سيمون فيني على ديوك رومي على لحمه بوفتيك والكل بياكل ومبسوط تمام التمام. وجنب مني واحد قاعد قدامه طبق الاكل بيدلدق من حواليه كده اهو. متروس لطبت عين امه كده. وقبل ما ياكل بص لي وقال لي انت هترجع البرنامج امتى بقى ان شاء الله. انا فرحت يعني قلت له والله وحشتك ايه قريب ان شاء الله ربنا يسهل. انا فكرته مشتاق يشوفني يعني ولا حاجه. قال لي عشان عاجبك اللي بيحصل في البلد يا عم احمد شفت الدولار بقى فين يا عم؟ شفت الدولار عايزك بقى تتكلم عن الدولار في اول حلقه كده. شفت الدولار؟ قلت له دولار ايه؟ ما تشوف الطبق اللي قدامك ده يعني. خليك انت في ورك الدولار ده كده وكله. وبعدين بقى نتكلم دولار ايه الراجل عمال ما انت عمال تلغ. اكل وانبسط وكرشه قبل قدام خبط الترابيزه وقعها. الله كان حيقلبها. قاعد ينفخ بقى. ايه مالك يا باشا في ايه؟ قال لي الحلو اتاخر في كده؟ وراح رامي الشوكه في كده؟ الله قلت له فيها ايه؟ قال لي لا يا راجل البلد انهارت. قلت له عشان الحلو اتاخر؟ قال لي والله البلد اقول لك حاجه السيسي شعبيته بتتراجع. اسف يا عزيزي بقول لك حاجه. قلت له يعني البلد بتنهار والسيسي شعبيته بتتراجع عشان الحلو اتاخر على امك خمس دقايق؟ يعني البلد انهارت؟ ده الطبق اللي قدام امك هو اللي انهار. ده احنا شدينا المفرش من بقك يا راجل. ده انت كلت المفرش. الله ده كان داخل على المفرش بيقطع فيه حته كتوه اتاخرت خلاص الدنيا باظت. مش نحمد ربنا ان احنا بناكل وبنشرب وعندنا ميه وعندنا نور وعدى علينا شتاء كان جامد جدا لا اشتكينا من انبوبه بوتاجاز زي كل سنه ولا قطع كهرباء ولا ميه. كل ده مش عاجبنا؟ والله العظيم انا خايف النعمه تتبطئ يعني تزول من وشنا. لان في الوقت اللي مش عاجبنا ده الامم المتحده مجتمعه دلوقتي عشان يعملوا خطه لتوزيع الميه على اللاجئين اللي بين العراق وسوريا. سوريا الكهرباء قطعه في كل محافظاتها ومش عارفين السبب لغايه دلوقتي. والله العظيم معظم اللي مولعينها وعمالين يسخنوا من نوعيه الجدع بتاع الاوبن بوفيه ده. انما الغالبيه العظمى من اهلنا الغلابه اللي على قد حالهم اللي بيكملوا عشاهم نوم هم اللي حامدين ربنا وبايسين ايديهم وش وظهر وشاكرين ربنا وحامدين فضله ولا ليهم في تسخين ولا توليع. وتساله تقول له ايه البلد؟ يقول لك يا عم والله الدنيا بايظه وغاليه بس هنعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله ان احنا مش زي غيرنا. على راي ام الله يرحمها ما كانتش بتقولنا الا على الفقير والمحتاج. يا اخوانا مش كده. مش كل ما حاجه تحصل نسخن ونولع وتيجي تسال اي حد من اصحاب الطاقه السلبيه انتوا بتعملوا ليه كده يا جماعه؟ يقول لك الله مالك انت ايه انت ايه اللي ايه اللي مضايق؟ الله عايزين نبني البلد. قلت له الله طب ما تبنيها. قال بس لازم نهدها الاول. هات امك وانت عشان تبني البلد لازم تهدها الاول. طب هات لي في تاريخ العالم دوله تهدت واتبنت بعد كده. هات لي في تاريخ الدنيا كلها ان في دوله وقعت وقامت بعد كده. اجيب لك امثله زي مين؟ يوغوسلافيا. يوغوسلافيا اللي كانت موحده ودوله كانت من الدول الكبيره التقيله. كلنا فاكرين تيتو ويوغوسلافيا وايامه. حبوا يعملوها دوله عظيمه. قال لك نهدها عشان نبنيها من اول وجديد لحد ما اتقسمت. يوغوسلافيا بقت 60 حته. البوسنه والهرسك، كرواتيا، الجبل الاسود، صربيا. عاوزين نتقسم زي يوغوسلافيا؟ يوغوسلافيا اللي بقى لها 20 سنه كل ست شهور يقول لك عاوزين انتخابات مبكره ويجيبوا رئيس جديد. يجيبوا عزت بيجوفيتش يا دوبك يقعد شهرين يروح جاي شايله ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش يقعد ثلاث ايام يروح جاي صلاحوفيتش. صلاحوفيتش ما يكملش شهرين يروح جاي سعيد ساندويتش. ومن فيتش لنيتش البيتش لحد يوغوسلافيا خلاص ما بقتش. نعمل ايه طيب؟